إخواننا شايفين وجود إعلامي كثيف جدا، شايفين عندنا هناك جزء المؤتمر الصحفي. تيدكس بشكل ما هي ميديا، فنحن بنحاول صوتنا من هنا ده لكل العالم عبر الشبكة بتاعة تيدكس، شبكة الأفكار، نتشارك مع العالم أفكارنا اللي بيستحق الانتشار. المجهود الإعلامي الضخم اللي بيحصل هنا في السودان بقيادة أستاذ حمدي صلاح الدين من فريق تيدكس خرطوم وفريق الاتصال بقيادة الأخ منصور الطيب. منصور هيجي يقول لنا كلمتين عن فريق الميديا وفريق الكوميونيكيشن في تيدكس خرطوم. منصور، السلام عليكم. أنا منصور الطيب من تيم الميديا والتواصل في تيدكس خرطوم. مديني دقيقتين عشان أتكلم في حاجة شغالين فيها 7 أو 8 شهور. ما عندي كلام أقوله، ما عندي حاجة بتتقال، ما عندي حاجة بتتوصف إلا ده تيم الميديا. بطلب منهم إنه يجوكم تحيوهم، وده مجهودنا وده دعمنا إن شاء الله. فلتفضل تيم الميديا. الناس دي تعبت، خلت امتحاناتها، خلوا شغلهم. الناس دي معظمها طلبة خريجين، خلوا شغلهم. في شباب عند على التويتر، إيمان، إسراء، أستاذ حمدي، وائل، لو طريقة تيجي تفضلوا عشان يكتمل العقد. تيم الميديا من الأيام العمل ما بقيف بانتهاء المؤتمر، ليه السنة الجاية، ليه 30-4 السنة الجاية التيم بيكون شغال على التويتر، على الفيسبوك، الإيميلات. شكرا للناس اللي واصلونا، شكرا لسهيل جوميز من بولندا، شكرا لمستر جاكوب من هولندا، شكرا لتيدكس نجد، شكرا لتيدكس الإمارات، وشكرا للحضور من تيدكس الإمارات، وشكرا للصحفيين، شكرا لكم. شكرا.